الدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات أريد الورد يعدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات بناة المجد هم قوم تساموا وعاشوا بالهدى خير البناة حياة القلب والأرواح بشرى لمن نشطوا شذا روح الحياة فما معنى الحياة بغير روح وما روح بغير هدى الحياة إذا كانت حياة المرء بحر يموج فروحه فلك النجاة نجاة الروح في القرآن نادت عليك وفي هدى خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء معكم في برنامجكم روح الحياة. غدا بإذن الله تعالى هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو يوم عاشوراء، هذا اليوم العظيم الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية. ولاحظوا يا سبحان الله أن نهاية العام الهجري شهر المحرم، يعني شهر حرام وهو ذو الحجة، وبداية العام الجديد شهر حرام وهو محرم، لأن الأشهر الحرم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الفرد، رجب مضر لأن مضر كانت تعظمه. فنهاية عام جعل الله فيه يوم عرفة، وبداية عام جعل فيه ربنا سبحانه الرحيم الودود يوم عاشوراء، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، كما هذا الحديث في صحيح مسلم. وذكر ابن عباس قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحرى يوما في فضل صيامه إلا هذا اليوم، هو يوم عاشوراء، وهذا الشهر هو شهر رمضان المبارك. فأروا الله من أنفسكم خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد رأى يهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى وقت العبادات والشكر بالعبادة. قال عليه الصلاة والسلام: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. هذا يوم صالح أو يوم عظيم كما في بعض الروايات عند البخاري وغيره، يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى، وبعض الروايات شكرا لله، شكرا لله سبحانه وتعالى. وأمر بصيامه لأن قبل ما يفرض رمضان وصار على سبيل الندب، فهو يكفر سنة ماضية، وكل الذنوب الصغائر تكفرها هذه المحطات باستثناء الكبائر فليس لها إلا التوبة. فإذا نحن يعني الآن قادمون على هذا اليوم المبارك، ويستحب من تصوم يوم قبل أو يوم بعد من باب المخالفة لليهود، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، اللي هو يوم تسعاء، لما علم أن اليهود تخالفه، وكانوا يحبوا مخالفة أهل الكتاب عليه الصلاة والسلام، فعزم أنه إن عاش إلى قابل السنة القادمة لا قال لأصومن التاسع، وأدركته المنية ولحق بالرفيق الأعلى، وأصبح سنة المخالفة،
لكن هو اليوم المقصود بالصيام هو يوم غد، يوم التكفير، تكفير سنة كاملة من الصغائر التي تصيب الإنسان في حياته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الصيام. طبعا كل من عليه قضاء يجوز له إدراج القضاء مع الصيام، فيصيب يصيب الأجران، أجر يصيب الأجرين، أجر الصيام وأجر القضاء. اليوم حديثنا كما ذكرنا في فاعلية أسرة الحلقة الماضية تكلمنا عن الهروب، الهروب النفسي والهروب المعنوي، وهذا الجزء الثاني لأن الوقت لم يسعفنا. والحقيقة جتني أسئلة كثيرة عبر الواتساب والرسائل النصية، يعني في مشكلة حقيقية في الأسرة عندنا نحن، يعني كمجتمع شرقي ومجتمع عربي وخصوصية يعني الليبيين، عندنا مشكلة. وكل في كل واد بنو سعد كما يقال، يعني الحياة لا تخلو من مشاكل، لكن يعني من خلال الأسئلة فيه أنين، في أنين داخل الأسرة، سواء من الأولاد، سواء من البنات، سواء من الزوجات، سواء من الأزواج. حتى أنا لما تكلمت في الحلقة الماضية عن المرأة الأنانة اللي كثيرة تئن وتشتكي، والمرأة الحنانة يعني ديما تحب حوش أهلها، ديما ماشية حول ماشية البيت أهلها، والمرأة الظنانة ديما تظن، يعني تصر على حاجتها. فواحد قال لي والله عجبتني، بس المرأة اللي عندي فين هذين الثلاثة، حنانة وظنانة وأنانة، فمن باب الطرفة. الغريب أن جتني رسائل بعض، واضح أن زوجات يقول لو أن المجتمع أنصف وبين الحقيقة لا حتى النساء هربن، يعني تركن أزواجهم، مش الرجال فقط ولا الأولاد فقط ولا البنات يهربن، لكن ما فيش متنفس، وين بنهربوا؟ نحن قاعدين في الحوش ونتحملوا في الضرب، وتحملوا في القسوة والاعتداء المعنوي والاعتداء النفسي والاعتداء المادي أيضا والحسي. لكن خليني نبدأ، ما دام أنا تكلمت عن الهروب، هروب الأولاد، هروب البنات، والجيل كل جيل يختلف عن الجيل الذي يسبقه الجيل الماضي، ولا يمكن أن مشكلة لاحقة نستخدم لها أدوات سابقة، أي يعني الأدوات السابق لا يمكن أن تحل بهن مشاكل الحاضر ولا مشاكل المستقبل. لكل زمن أدواته ولكل زمن أقضيته ومشاكله. لكن الحقيقة أنا اكتشفت أن في هناك إشكالية في التواصل الأسري، في التواصل، طريقة التواصل في الأسرة نفسها. يعني مثلا تكلمت أنا في الحلقة الماضية لما يكون الزوج عاش في دلال، عاش مدلل، كل شيء حصل، لم يتعود على تحمل المسؤولية، وهذه قضية مهمة، أن الأب ما يربيش ابنه كيف يواجه المستقبل، وفر له في كل شيء، هذا بعدين ما يقدرش يتحمل مسؤولية مرأة، ولا يقدر يتحمل مسؤولية الأولاد ولا المصاريف. ولا شك أنه هو تسبب له نوع من التوتر وقرار أحيانا غير رشيد بهدم الأسرة. خلينا نبدأ بالحلول، حلول أتكلم عن الحلول بالنسبة للشباب الذين يهربون بشكل كبير جدا. وقبل أن نتحدث عن البنات، وإن كان الهروب البنات بالنسبة للشباب أقل، لكن هو موجود بشكل عام، موجود وبشكل خاص، يعني هذه تحتاج من وزارة الشؤون الاجتماعية تبين لنا الأرقام لندق ناقوس الخطر ونبين الحقيقة. وعلاج هذا الأمر حقيقة هو في داخل الأسرة نفسها، يعني الأسرة مهمة جدا. يعني مثلا لما يعني تلقى رسائل أن كثير من الزوجات يشكين العدوان، عدوان من أزواجهم. طبعا العدوان من الزوج على الزوجة، الزوج ممكن عنده ضغوط، ضغوط الحياة، ضغوط العمل، القهر، إهانات، الظروف، التربية، مزاج الزوج نفسه عنده مشكلة نفسية في تربيته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه،
يعني هو الخلق من الدين، لماذا يعني أفرده بالاهتمام؟ فوصلت أن الخلق هو الطبع والمزاج، مزاج الزوج. لا يكفي أن سمته كويس وتكلم كويس وكذا، لكن شنو طبع، شنو هذه تحتاج أنك أنت تستدعي طريقة الأولين في لما يجي خاطب والله يخطب واحدة، يسألوا عليها أهلها، يسألوا على أخواتها، يسألوا عليها أعمامها، لأن الطبع غلاب، الطبع غلاب. فكثير من الأزواج تهرب من زوجها هروب معنى مادي لتتركه نتيجة الاعتداء، أو هروب نفسي ومعنوي، هروب ليس حسيا تترك البيت لكن كأنها مش موجودة محسوبة. وفي بعض الزوجات تقعد هي في دار وهو في دار، وهذا كله بمرأة من الأولاد الذين يرون في كيف تكون الحياة، وهذا يرتب عليها خطورة. أن بعض البنات يعزفن عن الزواج، يقول لك أنا باتي أمي شوف حالتهم هكي بيته، ولا الولد يقول لا ماني كان المرأة هذه كيف أمي ويعامل فيها أبوي هكي بلكي نطلع كيف، فسلم أزمة، نوع من الأزمة النفسية. فهذا نتيجة الاعتداء، اعتداء الأزواج، مرة اعتداء بالضرب. يعني لا شك أن ليسوا بخياركم كما قال عليه الصلاة والسلام، الذي يضرب المرأة ضربا مبرح بحيث يكسر لها عظم ويبين جرحها ويشجها يعني هذا ظلم، مش شيء من الرجال. ظلم ناس عندهم عقاد وعندهم تشوه نفسي ويحتاجوا عيادة نفسية ولا مهدئات يعطيه لهم الدكتور باش يهدي من هذا رد الفعل. وأيضا نظرته للمرأة تتغير. بعض الزوجات تهرب من الهروب، بعض الزوجات الهروب بسبب أن الزوج تزوج عليها، وهذه لا شك أن يعني وجود زوجة أخرى، المرأة بطبيعتها لا ترضى بذلك، لكن ما أعتقدش أنه هو يكون سبب في هدم بيت الزوجية، هدم بيت الزوجية، لأن هذا ليس عذرا في ترك، إلا إذا خشيت أن تكفر العشير، يعني إن هي لا تطيع الله فيه، يعني هذه مرحلة ممكن أحد من الناس. لكن أنصح كل مرة لو زوجها أقدم على الزواج أو اكتشفت أنه متزوج عليها بدون ما يخبرها، إن هي تتعامل بهدوء مع هذه الأمور، وتفكر في المستقبل ولا تفكر في الانتقام، ولا تنظر في كلام الناس عليها. يعني كلام الناس إيش ما تزوج عليها إلا فيها، طبعا هم الناس طبيعتهم لا ينجو منهم ناس إلا ناس، ما ينجو منهم حد في الكلام، ديما يحطوه في اللوم ما تزوج عليها إلا فيها، ويقول لك قالت جدتي، قالت حني، قال جدي، قال أمثال مش عارف، بعضهم صحيح وبعضهم غير صحيح. يقول لك الراجل ما يتزوج الثانية إلا في الأولى فيها حاجة، وهذا مش صحيح، مش على إطلاقه، مش على قد يكون سبب لكن مش هو السبب الرئيس أو هو السبب الحاسم. ما دام الله أباح فالمرأة ما تقررش الهروب من هذا المصير وتصبر، وخير من ينحرف ويدخل في الحرام. وما دام هو الذي أباح الزواج بأولى وثانية وثالثة، من حقه يعني ما تهربش المرأة نتيجة ضغوط المجتمع عشان يقولوا عليها، هذه أخطر حاجة، وأنك تعيش للآخرين، تعيش من باش يقولوا عليا وسيباتها لان زوج عليها، عندك اولاد وعندك حياه، وممكن تذهبي للاسوء، انت تهربي من كالمستجير من الرمضاء بالنار، فهذا احد الاسباب الـ 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 الهروب. من احد الاسباب الهروب ايضا ان مرات الزوج يكون يعني يكون منحرفا او مدمنا او فاسدا او شاربا للخمر او يبيع في المخدرات ومفسد الحوش وكذا، هذه أنا ما ننصحش للمرأة تبقى معه. يعني الحقيقة إذا كان فقد بشريته وإنسانيته، فقد عقله وقعد كالوحش الكاسر، أو يأمرها بشيء حرمه الله سبحانه وتعالى، لا شك إن ما قعدتش حياة، خليه يتحمل جرير أفعاله وقراراته واختياره في حياته، وهذا من أعتبره من الهروب المحمود. يعني وتقدير ذلك طبعا يرجع للمرأة، هذا من باب الاستشارة، وصبرت عليه وقدرت الأمور، هذا الأمر بيدها. لكن لو هربت لهذا السبب لا تلام، لا تلام عليه. كيف المرأة تقعد مع رجل سكير عربيد مدمن المخدرات حشاش يأمرها بفعل شيء حرمه الله سبحانه وتعالى؟
طيب، أولا من الحلول في قضية منع الهروب، الحلول المهمة سواء للبنات سواء للأولاد سواء للزوج سواء للزوجة، هو وجود علاقة حميمية وعاطفية بين كل لحمة الأسرة. يعني من أهم الحلول يا إخوة، من أهم الحلول لا بد أن نقولها بوضوح، هو العلاقة العاطفية بقوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حياته ما رؤية لهاشا باشا، هاشا باشا معناها هذا مع الناس وحتى مع أهله، بمعنى البشاشة والبساطة والابتسامة والسهولة، السهولة في علاقته مع أهله ومع الناس. ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل، تحرم النار على كل قريب هين لين سهل. يعني مثلا الابتسامة اللي في البيت هذه لازم تكون جزء من ثقافة العلاقة بين في الأسرة. ولذلك المثل الصيني يقول: من لا يحسن الابتسامة ليس عليه أن يفتح دكانا أو متجرا. اللي ما يعرفش يبتسم ما يفتحش دكان، لأنه ما مش حيبني علاقات. أول بداية العلاقات وبث العاطفة الثنائية في العاطفة هي الابتسامة. ولذلك الذي لا يحسن الابتسامة ليس عليه أن يتزوج. يعني كيف إنسان مكفهر ودائما متجهم؟ فمسألة العاطفة الطيبة، العاطفة الجميلة بالكلمة الطيبة، هذه من أهم القضايا التي تكون قائمة في العلاقة بين الأزواج داخل الأسرة، بين الزوجين داخل الأسرة. يعني أنت لما تلاحظ مثلا مزايا في زوجتك، أو أنت تلاحظين مزايا في زوجك، أو تلاحظين مزايا في بنتك أو ولدك أو في ولدك، مزايا في زوجتك أو ولدك أو أطفالك، يعني لا يكفي أنك أنت تلاحظ هذه الأشياء، لابد أن تعبر عن هذه المزايا وتنوه وتشيد بها. يعني أخطر قضية هو عدم وجود الإشباع العاطفي في الأسرة. فمن إشباع العاطفي المعتدل أنك تشيد بأي مزايا في زوجتك، أو أنت تشيدين بأي مزية في زوجك، وكذلك الأولاد. اليوم الناس يشاهدون القنوات ويشوفوا فيها العالم المفتوح ويسمعون الأصوات والكلمات، فنريد أن تكون الأسرة هي المحضن الأول، لا يأخذوا أحضان أخرى، وتتعاون الأسرة على أن تبدي وتظهر كلمات الحب فيما بينها بشكل معتدل. نحن بدون شك أن مجتمعاتنا تعاني من الفقر والجفاف العاطفي، عندنا تصحر عاطفي، يعني في خشونة في حياتنا، في خشونة. طبيعة التربية، طبيعة حتى الدولة اللي يعني تعاقبت وحكمت ما اهتمتش بالإنسان، بالعكس زادت قسوة على قسوته وزادت أمراض على مرضه وجعلته إنسانا معقدا، حتى نظرته للحياة نظرة غريبة وديما نظرة قاسية. والقاموس نفسه، القاموس اللفظي الذي نستخدمه فيه كله مشحون بالشدة والقسوة والعنف. ولذلك تلاحظ أن أكثر الناس لم تتعود ألسنتهم على أن يقول الواحد منهم مثلا أحبك. أنت هل أنت تستطيع تقول لبنيتك تضمها وتحضنها وتقول لها نحبك، تأخذ زوجتك وتقبلها على راسها قدام أولادك وتقول هذه أمك، وتقول كلام طيب أمام أولادك، تأخذ ولدك وتعبر له؟ أنت مجرد تقول كلمة أحبك تشعر بالخجر والاحمرار الوجنتين والحياة. وحتى لما تسأل ابنك تقول له أنت تحبني؟ والله حبك يا بابا. أنا هيك يقول فيها بطريقة يعني مش متعود عليها. لكن هذه الثقافة نحن نبو أولادنا يتلقوها من الصغر، تولي عنده عيال ينمي فيها، تولي كبر هذا قاعد معصي شوية، تبي له وقت ويقول والله كلام صح لكن يبي وقت ما تعودتش عليه. وينشأ الناشئ الفتياني فينا على ما كان عوده
أبوه، لكن لما تعبر أنت باللسان للصغار والكبار والأزواج، يا إخوة الحب مثل الحساب المصرفي، الحب هذا مثل الحساب المصرفي، بقدر ما تودع فيه تستطيع أنك تأخذ منه وتصرف منه، يعني زي الحساب المصرفي، كل ما تودع فيه تقدر تأخذ منه وتصرف منه. ولذلك تكون قلوبنا عامرة بالحب، ألسنتنا أيضا معبرة، تعبر عن الحب بقدر المعتدل. فهنا طبعا هذا يعتبر نوع من الإشباع العاطفي، لا يكون الإشباع العاطفي بشكل مسرف، يعني إغداق عاطفي زائد، دلال زائد، كما قال أحدهم: قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي، لم أقضي حق هواك، إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا، ومثلي من يفي من لي سوى روحي، وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي، فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفني. يعني هذا إسراف، نوع من المبالغة في العاطفة، المبالغة في العاطفة مذموم، ليكن حبك هون الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، في من أوقفه عن علي لكن هو حسنه الألباني أنه هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا يعني أحبب حبيبك هون الماء عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هون الماء عسى أن يكون حبيبك هون الماء، يعني يوما ما. يعني الآن يستطيع الإنسان أن يبرمج نفسه في بث العاطفة داخل البيت. الأب مسؤول، الأب الأول، والأم مش هي أرحام تدفع وأرض تبلع وجيب واطلق وعندي عيال، لا، أنه عيت هذوم العيال. لذلك أقول العاطفة باعتدال، ما يكونش فيها دلال زائد، لأن مثل البنت إذا تعودت على العاطفة الزائدة، العاطفة الزائدة المبالغ فيها، وذهبت إلى بيت الزوجية تريد نفس المستوى، والأب ليس كالزوج والأم ليس كالزوج، ولذلك المشكلة هو الإسراف أو المنع، لا نريد، وكان بين ذلك قوامة. العاطفة المسرفة اللي هو كما نقول الدلال، الدلال ليس في العواطف في الواقع، الدلال هو سرعة إجابة الأبناء لكل ما يرغبون، هذا الإغداق عليهم في الأموال لا شك أنه هو يضرهم، لكن الجوانب العاطفية هذه خانة الإشباع، يكون هناك قدر معتدل لأن جزء كبير منها مفقود. الأمر الثاني الحوار ما بين كافة أفراد الأسرة، يعني يفترض الأب بصفته رب الأسرة أن جلسة عشاء ولا غداء لابد حتى التلفونات يسكرن ويسيبوا النت ويجمعوا مع بعضهم ويسمعوا مع بعض. أنت أب يا أخي، هذم أولادك، هذم بضعة منك مسؤول عليهم، مش أنك جبتهم وحصلت فيهم وزردت فيهم يريدني ما جبتهم، لا، ما يصحش كلام هذا، هذه نعمة، أعظم استثمار في حياتك، والولد من كسب أبيه كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك الحوار بأن لا يلغي دور الآخرين، الأسرة هي عبارة عن مؤسسة، هي النواة والمؤسسة العميقة والعريقة أو شركة ينبغي أن يتحاور الجميع فيها، لا يصادر عقل أحد، يعني الأب لا يصادر عقول الآخرين ويكون دكتاتور، ولا يقوم بتسفيه آرائهم، لا يمنعهم من الكلام، لا يفرض عليهم الرأي والفكرة، يقعدوا خايفين هيك من الخوف ساكتين، لا، الله سبحانه وتعالى قال وشاورهم في الأمر، رد بالك تقول لي هذا في الحكم راه، لا لا لا، شاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. الشورى يا إخوة ليست فقط نظاما سياسيا، لا، هي نظام دعوي وتربوي وأسري واجتماعي واقتصادي وحياتي، هذه هي الشورى، وهذه آية لازم نتشاور في البيت حتى تولد الثقافة هذه لأولادك باش ينطلقوا فيها في المستقبل. أيضا من ضمن الحوار مسألة الاستماع، حسن الاستماع، كثير من الأولاد والبنات يعني يشكون يعني جدا إلى عدم وجود من يستمع إليهم، ما فيش حد ما يبيش يسمعوه، ونحن طبعا الآباء في الغالب يعني يقول لك شو بنسمع، ثرثرة وهذر وكلام فاضي وعليك جيل ما ينفع وفضفضة وتفنقيسة كما يقولوا، لا لا، هذا غير صحيح،
لابد انك تسمع من اولادك احيانا بحيث يفضفضوا اليك. ما تحتاج البنت تحتاج لامها، وكل ما تولد الثقه بينها وبين امها وتحكي لها ما تدخلش في مناطق مظلمه ومعتمه. ولا بد من شكوى الى ذي مروءه يواسيك او يسليك او يتوجع. فالحديث مهم جدا، دعهم يتحدثون، دعهم يعبرون. حتى كان ما عجبتكش طريقه الكلام، ما عجبتكش طريقه الكلام، يعني تعلم ان صح التعبير تقنيات الاستماع، كيف تستمع. يعني كون الام مع البنت تسمع منها، لا تسفهها ولا خليك فكين من هالدوة الفاضية هذه، ولا أنا مشغولة من هذا شيء من هذا القبيل، ولا تزعل هي وياها بتبيش تسمعها. لا، يجب الأم يعني تقف عند كلام بنتها وتسمع لها وتصنع نوع من الجو التربوي. جو هذه الأم الواعية، هذه الأم الواعية بالحياة، مش يعني بغض النظر عنده شهادة جامعية ولا ما عندهاش، لا لا، الوعي بالحياة ما لهاش علاقة بالشهادات والدرجات العليا، هي لها علاقة بفهم الحياة وطريقة التربية اللي تربى فيها الإنسان، والمنابع اللي تشكل في أفكاره وتشكل في سلوكه. فلذلك ينبغي أن تكون العلاقة ممتازة، هذا كله يمنع من الـ الهروب. طيب، نكمل بعد هذا الفاصل القصير الأسباب أو الأشياء التي تعين على عدم هروب الأولاد، سواء هروبا حسيا حقيقيا يهربوا من الحوش بك النهائي، أو هروبا معنويا. فاصل قصير فابقوا معي، بارك الله فيكم. فما معنى الحياة بغير روح، وما روح بغير هدى الحياة. الزواج هو الصلة التي ارتضاها الإسلام لإعفاف النساء والرجال واستمرار النسل لمواصلة إعمار الأرض وإصلاحها، وهو عقد مودة فيه سكن للنفس وارتياح للقلب. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والمرأة المسلمة حين تقبل على الزواج فهي تقدم على مرحلة جديدة في حياتها، تعد مرحلة مهمة وجليلة الشأن، فلا بد أن تعرف متطلبات نجاحها، فإن جزءا كبيرا من سعادة بيتها واستقراره بيديها إن هي أحسنت التهيؤ والاستعداد لهذا الأمر. ومن حسن الاستعداد الاهتمام بحسن الاختيار على أسس صحيحة، وأهمها الدين والخلق، الاستخارة والاستشارة للوصول إلى القرار الأقرب إلى الصواب، الاستفادة من فترة الخطبة في التأكد من مصداقية الخاطب وسلوكه، الاستعداد نفسيا وبدنيا لمسؤوليات وشؤون بيت الزوجية، إثراء فهمها ووعيها بمرحلة الزواج ومتطلبات نجاحها، سواء بالقراءة أو بتجارب الناجحات ووصاياهن، أو بالالتحاق بدورات تثقيفية في هذا الأمر، معرفة حقوقها وما يجب عليها تجاه زوجها، وأن حسن تبعلها لزوجها ليس لنجاح زواجها فقط، بل هو قربة وعبادة لله تعالى. ولتعلم المرأة أن بيت الزوجية هو مملكتها الجميلة ومستقر سعادتها ومحضن أطفالها، وبحسن تصرفها في تدبيره ورعايته تتضاعف سعادتها وتنال رضا الله وجميل ثوابه. فما معنى الحياة بغير روح، وما روح بغير. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذا العلاقة الزوجية أو العلاقة الأسرية هي ليست علاقة سلطوية أو صح التعبير علاقة بوليسية، بوليس شرطة تبارك يفعل، هي علاقة حب ورحمة ومودة، وعلاقة إقناع قائمة على الإقناع، وعلاقة مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والزوج راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية.
حتى أبنائك، يعني لا تقول مثلا الولد هذا يعني مش عارف كيف، مش زي خوته، مش عارف ماله هيك كان خيره، لا لا لا، مسألة وقت، راه مسألة وقت. التربية يعني أصعب شيء في هذه الحياة، لكن ثمرتها عظيمة، ثمرتها عظيمة على 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 الإنسان في الدنيا، وكذلك الأجر في الآخرة. زد على ذلك مسألة المراقبة، بعض الآباء عندهم نوع من المراقبة الشديدة، بعض الأمهات، يعني المجتمع هو يستخدم نوع من الرقابة فيه، وفي بعض الآباء والأمهات يقوموا بالتلصص على أبنائهم وعلى والتجسس على الأبناء والبنات، وهذا الحقيقة يحتاج إلى اعتدال حتى، لأنه يفقدهم الثقة بأنفسهم، يفقدهم الثقة بأنفسهم. نعم، يجب يكون هناك قدر من الرقابة في ظل هذا العصر ومتغيراته. أنتم عارفين المجتمع اليوم مش مجتمع اللي تشوف فيه أصحابه، مجتمع الفيسبوك والسوشيال ميديا، هناك علامات استفهام حول الأبناء والبنات، ينبغي أن تكون هناك رقابة، لكن رقابة معتدلة. يعني كيف؟ يعني مثلا لما البنت تشوفها وضعها النفسي غير جيد وما عندهاش رغبة في القراية ومتوترة، في حاجة معناها في هذا، تبي تتبعها عن بعد، ومش عنديش آلية معينة أقول لك كيف الدين، لأن كل واحد وظروفه ووسائله في مع أبناء، لكن لما تشوف هناك يعني تغير في الولد، تغير، لازم الأب ولازم الأم يتابعوا عن بعد، منين يجيبوا المعلومة، وأحيانا يلمحوله وأحيانا يصارحوه، لكن ليس بالقسوة والعنف، ليس بالقسوة والعنف، لأن القسوة والعنف تقوم بردة فعل، ردة فعل هي الهروب، سواء الهروب المادي أو الهروب المعنوي. زيد على ذلك دور المدرسة، دور المدرسة بقدر ما هو رقابي أيضا يكون تربوي، وهذه رسالة للأخصائي الاجتماعي وللمعلم وللمعلمة، يكون هناك إشراف اجتماعي أو مشرف اجتماعي أو مشرفة اجتماعية، يعني عندها مواصفات خاصة، عندها مواصفات خاصة، وهذه رسالة للتعليم، أن الأخصائي الاجتماعي لابد يكون له معايير خاصة، ويدخل في دورات بحيث يكون يعني يكون مربي أكثر من هو معلم، مربي يحتوي الطلبة، ينظر إلى سنة، شوف في تاريخها، شو الدورات اللي خذاها، وحتى لو صرفنا عليه، بحيث هذا يكون رافد للبيت، يكون رافد، ممكن البيت الابن أو البنت ما يقدرش يحكي، لكن في الحوش، لكن ممكن تحكي للأبلة والأستاذة، لما تكون هناك علاقة حب وجسور متينة وثقة وتحمي أسرارها، فهذا كله تعين البنت. ممكن ويعني واحد من الأولاد أو البنات انغمست رجلها في الوحل، تبحث عن من ينقذها، عن من يعينها، هنا دور حتى المدرسة، مش هو التفتيش فقط في الشناطي وكذا، هو مطلوب الشيء هذا، ما نمنعه، لكن راهو الإقناع قبل المنع، موجود المنع، لكن الإقناع، لأنك أنت منعته في المدرسة ويطلع برا المدرسة، وهناك إمكانية للتواصل تحت يعني بوسائل أخرى بعيدة عنك، وأنت مالك رقيب وعتيد في كل شيء تشوف فيه وتكتب فيه، فلذلك الدور المدرسة بقدر ما هو رقابي أيضا هو تربوي، وعيد دور الأخصائي الاجتماعي أن يفرز فرز نوعية معينة متميز، الأخصائي الاجتماعي بقدرته، لأن هذا هو الدور، ويكون هناك نشاطات حتى في المدرسة نفسها بحيث تؤدي دورها. طبعا الدور الأسرة أيضا في اهتمام بأولادها، قلنا الإشباع العاطفي، يكون هناك نوع من تعويد الابن والبنت على الأنشطة المناشط مبكر من هو صغير، ما تخليش نين يكبر وتحصل فيه، ما تخليش يقول لك خليه يعيش حياته وطفولته قاعد يتجذر فيه، شو ما تخليش يشوف كل حاجة ويفعل كل حاجة ويدخل على الفيس ويدخل على تويتر وأصحابه تندريش عليهم، وبعدين تظن أنك أنت لو تقول له أسكت وريته ويمنع، لا لا، راه يطق سن معين ما عادش تقدر عليه، ولذلك مبكر. أول شيء عودة على المناشط الطيبة، أعظم مناشطه شو من أعظم مناشط هي العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى، قليل يتعود على العبادة، لأن العبادة هذه ضخ روحي،
ضخ روحي هائل من ذكر وأوراد وتلاوة القرآن، تعطي الإنسان إيمانا بالله، إيمان فطري تحصنه بإذن الله سبحانه وتعالى، تبعده عن السوء، عن الهم بالسوء أحيانا، لما يعني الشيطان في سن معينة بيدفع تجد اللي بنيته له، هو صغير، هو ينشأ الصلاة في وقتها، المسجد لما يكمل الصلاة حافظ على أذكار، يا ابني الأذكار بعد الصلاة كذا كذا كذا، أذكار الصباح والمساء نوض، تجعله يتذكر أن له قيما. هذه العبادة تجعل الابن والبنت دائما له قيم وله أخلاقيات يجب أن يلتزم بها. ثم ملء الوقت بمناشط ثقافية، القراءة، مناشط تتعلق بالمهارات، يدخل في دورات، برامج، يشارك في أعمال تطوعية، يشارك في أعمال دورات في الخط، في القراءة، في كذا. حتى المسجد، المسجد لابد يكون له دور في الحي، وهذا يعين، لأن نحن علاقتنا تكاملية، الأسرة، المسجد، البيت، المدرسة، وتكون هناك نوع من التنسيق معلن أو غير معلن. يعني مثلا ما يكون في مسجد نديره مركز، مركز نديره فيه قسم للشباب، قسم للبنات، النساء والرجال، ويكون هناك مناشط، وتكون هناك مسابقات، وهناك رياضة، ليس يكون دور غير تحفيظ القرآن وعطيه الدرس، لا، يعني لابد المسجد يؤدي دوره. زيد على ذلك الإسناد الاجتماعي مهم جدا في علاج مسألة الهروب، أو ما اللي هم الأقارب، سواء من أخوال أو أعمام، وإن كان يعني اليوم العلاقات الاجتماعية مش زي زمان، يعني كل واحد على قبعة راسه، هي العالم قاعد يتجه للإنسان يدور حول شخصه، دخلنيش بحد، وهذه لا شك أن الحضارة المادية هي اللي فرضة نفسها. لكن نحن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني اللجوء للأقارب هو أيضا حل، تعينك على ابنك وعلى بنتك، وكذلك إذا لجأ إليك قريبك أيها القريب عليك أن تكتم أسراره، لأن الناس تخاف من الشماتة، خاصة لما يكون في شعب شمايتي، غالي عليه الشماتة والداء الحسد والحقد مليء، فأنت لما يجي واحد يقصدك وبيساعد أيها القريب، خال أو عم أو كذا، فما تقعدش تطلع في أسراره. هذا اللجوء للأقارب سواء من البنت أو من الزوجين، حتى الأزواج لما يكون بينهما مشكلة، الأقارب يدخلوا العقلاء، مش اللي يغذوا ويسعروا في النار، كما قال سبحانه: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الإنسان لما يعيش أزمة يحتاج إلى إسناد، الإسناد هذا ضروري، يشمل الأقارب ويشمل الأصدقاء، يعني كما يقال: رب أخ لك لم تلده أمك، مرات صديقك، مرات صديق ابنك، هذا كله يعين الإسناد الاجتماعي. مرات يكون صديق ابنك والله صديقك أنت يقول لك رأي، مرات الابن يسمع كلام صاحبك، صاحب الأب، عمي فلان ولا خالي فلان، ولا أكثر من الأب نفسه. أيضا في مسألة العلاج مثل هذه الظواهر، الخطاب الديني، وهذا الخطاب الديني دائما يدندنوا عليه. طبعا يعني يفترض الخطاب الديني يتجه للحياة، كل سيق بحياة الناس، لا يدندن حول مسائل يعني قديمة، وعاش الناس يعني يعيشون في بعض الاهتمامات، الناس عايشين في القديم، ويبي يستدعوه للحاضر ما يركبش معه، خاصة مسائل الاجتهادات والمسائل الفقهية. لا، نقصد هنا الخطاب الديني هو الخطاب القرآن. مثلا لما نحن نقرأ نقول العلماء ورثة الأنبياء، شنو هو دور الأنبياء؟ دور الأنبياء الإصلاح المجتمعي، بناء العقل، بناء القلب، بناء الروح، بناء الأجساد، فهذم ورث الأنبياء. معناه نحن نتعاطى الخطاب الديني، لابد يكون عنده روافد من العلوم التي تساعده على التأثير في المجتمع، ويكون لصيق، يعني لصيق بمشاكلهم، حديث عن مشاكلهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الفتى وقال له: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، ائذن لي بالزنا، اعتلجت شهوته وغريزته، هو بس يدور في فتوى. حتى الصحابة استغربوا وقالوا له: ما يعني أنت تسأل في الرجل الذي أمره ربه بالنهي عن الزنا وسماه فاحشة وساء سبيلا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أدنه، أي اقترب واحتواه،
احتواء عاطفي وقرب وقال ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لخالتك، ترضاه لعمتك، وقعد يقول له لا 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 يا رسول الله. قال له فإن الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم، ودعا للنبي صلى الله عليه وسلم واحتواه. ولذلك نبو الخطاب اللي يخليك عون مش فرعون، ما ينظرش للمشاكل هذين بازدراء، وان هذا مثلا عاق وتصيب لعنات الله. لا لا تكن عونا للشيطان على اخيك، هذا ابنك وهذا بنتك وهذه الزوجه المسكينه التعبان وهذا الزوج اللي تعبان حتى هو من زوجته. يكون هناك خطاب يحاول يلملم ويجمع، وهذا هو خطاب الاسلام، ويفهم هذه المشاكل بحيث يكون لها تاثير، ما يكونش بعد عن الواقع وبعد عن مشاكل الشباب. يعني مثلا اتذكر مره في واحد اعطاه محاضره في الجامعه يتكلم يعني عن حب الصحابه وكذا، اساله واحد قال له هل ممكن واحد يحب امراه ويحب فتاه وكذا؟ فالشيخ طبعا لانه كان تقليدي ومؤطر تقليدي قال له ما فيش الا حب الله وحب رسوله وحب الوالدين وحب الزوجه. سكر عليه قال له بي هذا اللي في قلبي شنو؟ هذا مش صحيح. هو كان يجاوب انه ما ان الحب ليس عيبا، هو في مساربه كيف يصرف هذا الشعور ولا. لكن ما كانش موفق، ما قدرتش نعلق تعلق على شيخ وانت شيخ ادي لك مشكله. المهم الخطاب الديني له مسؤوليه كبيره، انه يعيش نوع من المعاصره مع الاصاله، يعني الاصول والقطعيات الكتاب والسنه، هذه ما يقدر حد الصحيحه السنه الصحيحه الثابته لا يقدر حد يطعن فيه، لان الوحي ليس تاريخا وليس اجتهادا، انما الاجتهادات والاراء هذه اجتهادات بشر يملكوا ادوات الاجتهاد، في اللي تمشي مع عصرنا وفي اللي ما تمشيش ولا. فاللي تساعد على فهم الواقع في علوم اخرى، العلوم الانسانيه، علم الاجتماع، علم النفس، هذا مهم جدا للدعاء باش ياثر. العلوم الانسانيه هن اللي هن علاقه بالمجتمعات، واصول هذه العلوم موجوده في القران الكريم. يعني انت لما تشوف الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه كلها 10%، 10% ادله الاحكام يعني ممكن 400 500 حديث، والايات 500 ايه. طيب باهي 500 ايه تتكلم عن الاحكام الشرعيه العمليه، باهي والباقيات 6000 ومش عارف كم هذه شنو تكلم؟ تكلم عن الاخلاق، تكلم عن النفس البشريه، تكلم عن الامراض المجتمعيه، تكلم عن الانسان، يتكلم يتكلم يتكلم. لماذا نحن يعني وقتنا كله وحياتنا كله واهتمامنا ال10% وسايبين ال90%؟ يتكلم عن القصص القرآن، يتكلم عن التاريخ، عن الحضارات، عن البشر، عن نفوسهم، عن يحدث بينهم من أمراض كيف علاجها. يعني هذا سؤال الحقيقة يحتاج وقفة. 90% وين راحن من الخطاب؟ حتى الناس أسئلتها دائما على في الزاوية ال10، كأن الدين ما باش يتكلم على 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 عما تكلمت عليه اليوم، لأن هذه العلوم أصولها كما ذكرت هي موجودة في القرآن الكريم. أيضا الإعلام، الإعلام له دور كبير كبير جدا، لابد الإعلام يكون عنده رسالة، مش عبر وحرية وعيش حياتك، مش صحيحة، مش صحيح الكلام هذا، كيف تعيش حياتك؟ أنت لا لازم أي صاحب الإعلامي ولا صاحب قناة تعرف دورك في الحياة، يا إما تهدم يا إما تبني، وبعدين تلقى قدامك. يعني هذه لازم أنك تعبر عن كل شيء. الحرية أعطاها الإسلام، أعطاها للعقل، ما أعطاهاش للشهوة. فرق بين حرية العقل وحرية الشهوات، فرق. أنت تبي تبدأ ابدع في منطقة الأفكار، منطقة العقل وما ينتجه من الأفكار ومشاكل وحل مشاكل وإبداع، مش باسم الحرية تغمس الناس في الشهوات كيف موجودة بعض القنوات وبعض المسلسلات التي يجيبوا في يعني للأسف يعني كيف أن البطلة هربت مع حبيبها وكيف هذاك الوسيم اللي عجبها وعيونه وشعره وكيف، وتقعد فتياتنا يشوفها نكي هل خطأ ولا صواب، وبعض البنات تضيق عندها السبل وتضيق عندها المسافة بين الخيال والواقع، ما تعرفش ان هذوما عندهم مشاكل اصلا، هذوما يمثلوا وعبارة عن ياخذوا فلوس وحياتهم ليست قدوة
وتصنع لها نوع من الثقافة، ربما البنت تريد تمارس نفس الدور وتهرب مع عشيقها وحبيبها وما أشبه ذلك. وهذه قصص موجودة، يقول لك هربت من أهلها، صح؟ طبعا نحن عندنا تكتم على مثل هذه الأمور، ما الذي جعلها تهرب بعدين تندم في آخر المطاف وما مش حتشعر بارتياح في حياتها؟ هي مخرجات الإعلام، الميديا هذه. فوسائل الإعلام بشكل عام يجب عليها أن يعني تقوم بالدور في علاج المشاكل الاجتماعية، لا يكون دورها هو الروح التحريضية. انتبهوا، روح تحريضية، أحيانا تقوم بروح تحريضية وتصنع خصومة بين الأفراد الأسرة نفسها. أنت حرة عبي عن رأيك، أبوك هو مش متحكم فيك، وأنت زوجة مش كل حاجة تقولي له آه وخليه ويستاهل. وأنا أشوف في بعض البرامج، بعض القنوات الليبية، في مشاكل مش في الـ في الـ في الـ في الموضوع، في اللي يطرح في الموضوع سطحي جدا، ما مش فاهم الحياة، وعنده مشكلة شخصية معممة أن هذه قاعدة عامة على الناس كلهم. هذا غير صحيح. فالروح التحريضية كأنك تصنع خصومة بين أفراد الأسرة، ما بين الأب وبين الأم، بين الزوج والزوجة، بين الأبوين، بين الأبناء، بين البنات، هذه غير صحيح. لابد تكون هناك معالجة رشيدة، وكل واحد يعرف وزنه وأهمية هذه النواة الأولى. أيضا الأمور التي تساعدنا في علاج مشكلة الهروب هو الاستعانة بالخبرات الحياتية. الحقيقة أنا مرات نقرأ في قصص هيك على التجارب، الغرب يكتبوا في تجاربهم، وهذه جزء من الثقافة. أغلبهم يعني مروا بحالات نوع من الاضطراب والاكتئاب النفسي، واتخذوا قرارات غير رشيدة وما حصلوش من يوجههم. أنت عندك ميزان، أنت مسلم عندك ميزان، أي شيء تبي تقوم به يا أيها الفتى، أيتها الفتاة، يا بنتي، يا ابني، أيها الزوج، يا أخي، أيتها الزوج، يا أختي، اعرضي على ميزان الشرع. ميزان الشرع القطعي، مش اجتهادات، ميزان الشرع القطعي، لأن في اللي يوظف في الشرع، الزوج يوظف في الشرع على 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 رأس المرأة، غير صحيح. فكل ما أمر الشرع به فهو خير، وكل ما نهى عنه فهو شر. هذه مهمة جدا. لكن التجارب الحياتية مهمة جدا، تجارب الناس اللي مروا بأخطاء تقرأ عليهم وتحس أن التجربة قول مرت بك، والفكرة هذه مرت بك وقريب خذيت قرار. يعني بعض البنات وأولاد مش عندها اضطراب نفسي، مش عارف بالاستقرار، عدم الشعور بالرضا. يعني كثير من البنات ليس عندها إحساس بالرضا، إحساس داخلي ممكن ما تقدرش تعبر عليه، ممكن أسباب الفقر، أسباب شكلها، أسباب كذا، ما فيش اهتمام بها في البيت، فهي تسلل نوع من الاضطراب. الاضطراب هذا شنو يولد؟ يولد اتخاذ قرارات غير رشيدة. زد على ذلك يكون في رقة في الدين أو الخوف من الدين. أنتم عارفين الإعلام يضخ الدين ويظهر أن أي واحد تمسك بالدين معناه إنسان سيء ومعقد وحيحرم الدين من كل شيء وكذا وكذا وكذا، غير صحيح. ولذلك أقول التجارب الحياتية والاطلاع عليها، كل من مر بتجربة يعني لا بأس أنه هو يكتب تجربته ويبين الأخطاء ويرشد الجيل القادم، وكنا هذه نوع من الصدقة الجارية له إن شاء الله، بحيث ما يعني ما يتكررش هذا المشهد عند آخرين، المشهد الخطأ. حتى تحط القصة باسم مستعار، ما فيهاش شيء. في أمر ثاني وهو الختام، طلعت لي الختام. بنقول الثقافة اللي نتوارثها في النظر بما يتعلق بالأنوثة، يعني النظرة الدونية للمرأة أو للأنثى، يعني سيطرة الثقافة الذكورية هذه موجودة عند العرب. الدين منها براءة، الدين ملاش علاقة، لكن هذه تركيبة أخطر حاجة أنك أنت تلبسها لباس الدين. نحاول في الحلقة القادمة لما نتكلم عن التعايش الأسري، وهذه من أسباب المشاكل في البيت، التعايش، كيف نتعايش أسري، نعطي مقدمة بسيطة قبل ما ندخل في الحلقة عن الثقافة الموروثة في النظر للنظر للأنثى أو النظر للمرأة، وكيف أن الناس يفرحون بميلاد الذكر
أكثر من ميلاد الأنثى، بل حتى بعض الأمهات، وكيف هذه لها أثر على البنات في المستقبل، وواحد أسباب الهروب إن صح التعبير، التهرب المعنوي. الحلقة القادمة بإذن الله تعالى حول فعالية أسرة، سوف أتكلم عن التعايش الأسري، كيف نتعايش، كيف نحافظ على هذه الشركة، وكيف نحافظ على هذه المؤسسة العريقة والضاربة في أعماق التاريخ من أبينا آدم عليه السلام. ها هو البرنامج، وقت البرنامج قد انتهى، ألتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن طلب الجنان سعى إليها ولا يسعى لها إلا مواتي، فأقبل نحو رضوان مقيم وفوز في غد لا شك آتي.